نزلنا في حملة برنامج واحد من الناس لدعم مستشفى عيادي المستقبل 40-40، وإحنا مستمرين في دعم كل حملات الخير في مصر. أي حد بيعمل خير لوجه الله بدون مقابل إحنا معاه، يبعث لنا في البرنامج هنجيله وحنتبناه وحنوقف جنبه، وإحنا واقفين مع المستشفى دي لأن هي ما بتعملش إعلان، لكنها مستشفى بتعمل خير، بتعالج كل يوم 1280 مريض سرطان من محافظات الوجه البحري، يعني تقريبا 6 أو 7 محافظات بالمجان في كل أوجه العلاج، حتى العلاج التلطيفي اللي هو العلاج الميؤوس منه. احنا مستمرين لان المستشفى عندها أزمة مالية، محتاجة أجهزة جديدة عشان خاطر تقدر تكمل يعني رحلتها في العلاج، ومحتاجة انها تكمل هذا الموضوع. احنا محتاجين ندعم هذه المستشفى ونقف جنبها، خصوصا ان عندهم مشكلة في المعدات، الأجهزة بقت قديمة، الحديث في الطب محتاج تحديث، عشان كده محتاجين نشتري أجهزة جديدة. ده كله هيكون من خلال تبرعات. معايا دلوقتي هنا في المستشفى دكتورة نانسي ياسر، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية. أهلا دكتورة. أهلا وسهلا، شرفت جدا بيك. أهلا بحضرتك. أولا يعني كلميني عن عدد الحالات اللي بيصرف لها علاج يومي عند حضرتك بالمجان. احنا عندنا صيدليتين، صيدلية ديت اللي بتحضر فيها العلاج الكيماوي، والتانية صيدلية الإكلينيكية. دي صيدلية الإكلينيكية. دي الصيدلية الإكلينيكية بنحضر فيها العلاج الكيماوي للمرضى اللي قاعدين في الأوض برا. ده الجزء بتاع حسابة الجرعات والجزء اللي جوه. ده هنا إيه يا دكتور؟ ده عشان الكاميرا تصورها. دي الأجهزة اللي بيتم فيها التحضير. التحضير بالظبط. بتصرفوا العلاج هنا بالمجان للناس؟ كل الحالات هنا بالمجان، مهما كان الدواء غالي، لان ادويه السرطان انا عارف انها غاليه جدا. لا، العلاجات الكيماوي كلها بتاعتنا متوفره، ما فيش فيها مشكله، وبنديها المرضى كلهم بالمجان. تكلفه العلاج تقريبا قد ايه بالنسبه لمريض السرطان؟ يعني سعر الجرعه بيتراوح من 1200 جنيه ل 6500 تقريبا، دي سعر الجرعه الواحده، وطبعا المريض بيتراوح عدد جرعاته من 4 جرعات لغايه 8 جرعات. تقريبا كام يعني؟ يعني المريض الواحد ممكن يخش في 50-60 ألف مثلا بالمجان. بالمجان. طيب انا عارف كمان ان تكلفه فلاتر العلاج الكيميائي غاليه ومرتفعه السعر. مظبوط، احنا عندنا جهازين تحضير، كل جهاز فيهم بيتغير له فلاتر ب 45 ألف جنيه تقريبا سنويا. مفيش مره جالي كده مريض وقلت له يعني في مستشفيات بتعمل كده، يعني خد روح اشتري الدواء من بره وتعال لنا؟ صراحة. لا طبعا، الا لو كانت حاجة يعني مش متوفرة في السوق المصري، يعني حاجة مش موجودة.